هلا إذا بتتذكروا في محاضرة المرة السابقة بلشنا سارة، وحكينا عن، نعم تفضلي. يعطيك العافية. يعافيك يا هنا. ممكن بس شغلة صغيرة قبل ما يبدأ تفضلي هاي المحاضرة تفضلي. دكتورة. اليوم الصبح قاعدين نبعتوا على الجروب، يعني إنه ممكن الأستاذ الدكتور أشرف يصفر واجبات. سوري يعني، بس هو شوفوا في ناس تصفر له واجبات، تصفر لك إشي غصون. والله حقول بدهم يصفروا بعد ما ينزل التجميع، يعني أنا حاليا ما تصفر طيب الإشي. أنا أحكي لك إشي اللي راح يصير. اللي راح يصير هو التالي. هلأ إحنا حكينا في بداية الفصل إنه يا ريت كل طالب يحل لوحده، يعني في ممكن تتناقش أنت وزميلك في الحل، ممكن يعني يصير في ديسكشن بطريقة الحل أو بأفكار الحل، ولكن إنه طالب يأخذ كود طالب ويبعثه ويأخذ عليه علامة، هذا مش عدل لا للطالب اللي غش ولا للطالب اللي نغش منه ولا للأستاذ اللي يعني مضى الفصل وهو يشرح يعني خلينا نحكي وما قصر مع الطالب، فهي مش فير ولا لأي واحد من هذول الثلاث أشخاص. وإحنا حكينا في بداية الفصل، حكينا لو سمحتم إنه ما تنسخ من أي ناس، عندك مشكلة تواصل مع مدرس المادة، تناقش أنت وزميلك بالسؤال، بس موضوع إنه تعمل كوبي بيست للكود من زميل إليك هذا الكلام مرفوض تماماً. يعني والتصفير بصراحة فدخلوها، أتوقع أنه هيك صار اتفاق بينه وبين بقية الدكاترة أنه يتدخل على سيستم لكشف الغش. هلأ مش هلأ التصفير ما راح يكون بناء على يعني تصحيح نظري للأسئلة، لا هو سوفت وير بندخل عليه الإجابات الطلاب وبيطلع الإجابات اللي كانت معمولة يعني كوبي من بعضها. فهلأ دكتورة بس نعم كمان شغلة، هسا بتقولي إنه بتصفر بالامتحان كمان بتصفر له واجبات، مع إنه دكتور أنا والله لا لا، يعني ما ليش في صفرت تصفير بالامتحان. الامتحان؟ بس دقيقة غصون، ما في تصفير بالامتحان، ما في تصفير بالامتحان. التصفير راح يتم اختيار عدد من الواجبات اللي هي الواجبات اللي كان فيها شغل كثير أو الواجبات اللي عليها علامات كثير، راح نختار منها عشوائيا وراح ندخل إجابات الطلاب على سوفت وير بيكتشف الموضوع الغش. هلأ الناس اللي كانت ناسخة شغلها من ناس تانية هاي يعني تستحق يعني أقل عقوبة بصراحة، إذا فعلا طالب مبين وفي إثبات إنه حله منسوخ من طالب آخر فهي أقل عقوبة تصفير. يعني في لسه ممكن في أنظمة بتحكي لك إنه بدك تحرم الطالب أو كذا، فأقل عقوبة إنها تتصفر هاي الأسايمنت. يعني مش منطق أنا بكتشف إنه الطالب هاي الأسايمنت عاملها كوبي من طالب آخر وأعطيه عليها علامة، صح ولا لا؟ فهذا الموضوع بسيط يعني جدا. أتوقع إنه انطرح في بداية الفصل، والمفروض الطالب اللي متأكد إنه شغله ما أخذه من طالب آخر أو ما أعطى شغله لطالب آخر المفروض يكون مطمن ولا حتى يفكر في الموضوع نهائياً. عرفت علي عايز كيف؟ والله دكتورة، أنا خايف حد يكون نفس يعني إنه يطابق لا كودي لا مع لا كودي ونفس تخافي لا تخافي، الحل. السوفت وير، اسمعي لا تخافي غصون، السوفت وير اللي بيصلح وبكتشف موضوع الكوبي هو سوفت وير دقيق جداً، فما راح يكون في أي ظلم لأي طالب وما راح يكون لأي تشابه بسيط إنه في تصفير، راح يكون لازم تكون يعني نسبة التشابه عالية كثير حتى يتم التصفير. فهمت علي؟ وهذا النظام اتبع في فصول سابقة، يعني هذا مش أول فصل يتطبق فيه هذا الحكي. أنا سمعت إنه في الفصول اللي فاتت تصفر لعشرات الطلاب، يعني مش نظام جديد، وراح يتم اتباع نفس النظام كمان في الفصول التالية، يعني ما راح يتغير إشي، لأنه زي ما حكيت لك المفروض الطالب اللي عارف حاله ما نسخ من حد أو ما أعطى شغله لطالب تاني المفروض يكون مطمئن تماماً، بالعكس المفروض يكون مبسوط إنه هاي الخطوة فيها إنصاف إله إنه تعب وأخذ علامة بمجهوده. فيعني ما بدي أدخل بتفاصيل كثيرة، إن شاء الله إنه أمورك تكون بالسليم إذا كنتي أنت مش معطية حلك لحد، يعني إن شاء الله إنه يعني شو بدي أحكي بصراحة، أنا ما بقدر أحكي إلا إنه فعلاً الطالب اللي أخذ شغله أو أخذ مجهود طالب آخر وعلى البارد المبرد وعلى المستريح يستحق أقل عقوبة الصفر، بس الطالب اللي تعب طبعاً ما رح يكون عليه أي مشاكل. طيب حتى ما أطول عليكم خليني أبلش أنا وياكم بكويك ريكاب لمحاضرة المرة اللي فاتت. حكينا المرة اللي فاتت عن الكلاسز وحكينا إنه الكلاس بتكون من تو كومبوننتس اللي هم الداتا فيلدز والفانكشنز او الميثودز اللي بيشتغلوا على هاي الداتا فيلدز الموجودين في الكلاس، وعرفنا كلاس اسمه سيركل وعرفنا كلاس اسمه تي في، وحكينا انه
في التي في على سبيل المثال كان في عندي 3 data fields اللي هم الـ on, الـ channel والـ volume level, وحكينا إنه في الـ methods تبعت هاي الكلاس اللي اسمها تي في كان في عندنا الديفولت كونستركتور اللي هو باخذ نفس اسم الكلاس وما في له اي ريتيرن داتا تايب لا فويد ولا غيره وما باخذ بارامترز. اوكي الهدف من الكونستركتور اني بعمل انيشاليزيشنز للداتا فيلز الموجودين في هذا الكلاس, يعني انت بالمين بس تعمل كرييشن لاوبجكت من هذا الكلاس او من نوع هذا الكلاس تلقائياً لوحده بيستدعي الكونستركتر وبنفذ الكود اللي موجود داخل الكونستركتر اللي وظيفته إنه يعمل initialization للداتا في هذا الكلاس أو لهذا الأوبجكت اللي انت عملت له create في المين. في برضو الكونستركتر اللي بأخذ parameters, حكينا إذا ما بدك تعطي default parameters أو default values ممكن إنك انت تعرف كونستركتر آخر تعمل overloading للكونستركتر method داخل هذا الكلاس وبتعمل version ثانية بتاخذ parameters, ممكن تكون تاخذ parameter واحد ممكن تكون تاخذ two parameters, بس بالعادة بيكون عندي version ما بتاخذ parameters وvirgin بتاخذ كل data fields وبتعملهم initialization بناء على القيم اللي بيبعثها اليوزر في المين. بالنسبة للمين زي ما انتم شايفين ممكن تعمل create لأوبجكت من نوع هذا الكلاس بانك تذكر اسم الكلاس وبعدين تحط انت اسم لهذا الأوبجكت, اي اسم انت بتختاره بس بتنطبق عليه شروط تسمية المتغيرات. هلأ كيف بدي اعمل access للداتا والميثودز الموجودين داخل الكلاس؟ حكينا عن الدوت operator استخدمها اسم الأوبجكت دوت مثلا الميثود اللي بدي اعمل لها كول او اسم الاوبجكت دوت الداتا فيلد اللي بدي اطبعه او بدي اغير عليه. وحكينا عن البرايفت والبابليك بارت من الـ من الـ من الكلاس, وحكينا انه تعريف الكلاس بيكون بين كيرلي براكتس قبل المين او كيرلي بريسز قبل المين زي ما انتم شايفين. في الكلمة البابليك اللي بتحكي لي إنه كل هذول الممبرز اللي موجودين تحت كلمة البابليك ممكن أعمل لهم أكسس داخل المين. إذا حطيت الداتا فيلد هون قبل البابليك بتصير باي ديفولت برايفت وبالتالي ما بيصير أعمل لها أكسس داخل المين, وهذا الحكي حكيناه بالتفصيل في محاضرة المرة السابقة. هلأ قبل ما أبلش في جزء اليوم بدي أسأل, في ناس مو شايف السلايدز أو مش سامع الصوت بشكل واضح؟ هلا انا على السلايد رقم 20 اللي بتحكي عن الكونستراكترز, شباب سامعين وشايفين قبل ما ابلش المحاضره؟ واضح شايفين دكتوره. شكرا لكم. هلا حكينا عن الكونستراكتر انه لازم يكون له نفس اسم الكلاس, يعني اذا كلاس سيركل اسم الكونستراكتر سيركل, اذا الكلاس تي في اسم الكونستراكتر تي في وهكذا. وحكينا كيف نكتب هذا الكونستراكتر داخل الكلاس بحيث انه في عندي الديفولت كونستراكتر اللي ما باخذ بارامترز, وفي عندنا الاوفرلودد فيرجن من الكونستراكتر, يعني بيكون عندي مالتيبل كونستراكترز داخل هذا الكلاس. هذول المالتيبل ميثودز او المالتيبل فانكشنز لهم نفس الاسم بس بيختلفوا بالسيجنتشر, هذا الحكي حكينا السيجنتشر اللي هو عدد البارامترز ونوعها. وحكينا انه الكلاس نورمالي في عندنا كونستراكتر ما بيكون له arguments without arguments اللي هو زي ما انتم شايفين سيركل بين قوسين او البارنتسيز فاضيين. هذا الكونستراكتر بنسميه النو ارج او النو ارجمنت كونستراكتر, ما باخذ argument في المين. اوكي يتم استدعائه بشكل تلقائي مجرد ما تعمل create للاوبجكت, يعني اذا بتحكي في المين بهذا الشكل, سوري اذا بتحكي في المين سيركل اسم الكلاس بدي اسميها سي 1 وهيك. هلا انت عملت اوبجكت اسمه سي 1 من الكلاس اللي اسمه سيركل, باي ديفولت راح يروح يستدعي الديفولت كونستراكتر او النو ارك كونستراكتر وبيعمل انيشاليزيشن لقيم الاون او لقيم الراديوس او وات ايفر الداتا فيلدز الموجودين فيه بناء على الكود الموجود داخل هذا النو ارجمنت كونستراكتر. اوكي طيب هلا يحكي لك انه a class may be declared without constructors, ممكن انك تكتب class بدون ما يكون فيه اي constructors. بهاي الحاله no argument constructor و empty body is implicitly declared in the class, وهذا ال constructor بنسميه default constructor. شو معنى هذا الكلام؟ نرجع لل
للكلاس اللي اشتغلنا عليه في محاضرة يوم السبت اللي هو الكلاس اللي اسمه تي في، وبدي أشيل الكود تبع الميثودز اللي هم الكونستركترز داخل هذا الكلاس. يعني عملت كومنت للتي في اللي هو النو أرجومنت كونستركتر، وبرضه للتي في الكونستركتر الثاني اللي باخذ أرجومنت. وبدي أروح على المين وأعمل كرييت لأوبجكت، بس بدي أراعي إني ما لازم أعطيه بين قوسين أي بارامترز، لأني أنا مش كاتبة هذا الكونستركتر داخل الميثود. وبدي أعمل ران، بدي أشوف شو رح يعطيني عليه، هل رح يعطيني إيرور؟ لأنه فعلياً راح دور خلينا نشوف وين الإيرور. هلأ شو اللي بيصير؟ بيروح يدور في الكلاس اللي اسمه تي في على كونستركتر ما باخذ أرجومنت، زي ما أنت معطيه هون، ما بيشوف في أي كونستركتر ما باخذ argument. اوكي هون في عندنا خطا. TV which is not a class argument. اوكي خليني اشوف المشكله هون في TV2. طيب خليني اعمل كومنت لهذا الكلام حتى نركز على النقطه اللي بدنا اياها. النقطة إنه هذا الكلاس اللي اسمه TV الآن ما في أي constructor، لا no argument constructor ولا الconstructor اللي باخذ parameters. وعملت object من هذا الكلاس في المين، حكيت TV TV1. شو رح يعمل بالخطوات؟ رح يروح على الكلاس اللي اسمه TV ورح يدور إذا في عندي ال no argument constructor اللي هو الconstructor اللي ما باخذ argument، فما رح يلاقي ال no argument constructor موجود عندي في الكلاس اللي اسمه TV. فشو رح يعمل؟ by default رح يعمل create لهذا الأوبجكت اللي اسمه TV1. أوكي وشو رح يعمل؟ خلينا نشوف القيم اللي رح يطبعها على الشاشة. اتذكروا جيدا أنا في الكلاس حذفت تعريف الconstructors بكل أنواعهم، وعملت في المين أوبجكت من نوع هذا الكلاس، فلاحظوا شو أعطاني، عمل run بدون مشاكل وحكالي إنه الـ TV1 channel is 30 والvolume 3 بناء على شو؟ بناء على شو؟ خليني برضو أعمل كومنت لهاي وكومنت لهاي، بدي أشوف شو بده يعمل، بدي أشوف شو بده يطبع. شو طبع لي؟ طبع لي إنه الشانل 16 والفوليوم 0، يعني فعلياً شو أعطاني؟ أعطاني كأنه random values لهاي القيم، ممكن run آخر يعطيني قيم مختلفة، بس هو أعطاني 16 وأعطاني 0، طبعاً من وين جابهم؟ هاي القيم random values. المحصلة إذا كان عندك أنت class زي ما كاتب لك وعملت له declaration بدون ما تحط فيه أي نوع من أنواع الconstructors، رح يعمل no argument constructor with empty body، يعني ما رح يكون البادي اللي لهذا الconstructor في أي شيء، أي كود أو أي initialization، ورح يستدعي ورح يسميه الديفولت constructor، وأكيد رح تكون القيم random values اللي رح يعطيها لديتا fields عندي في هذا الكلاس. طيب هلأ شو الفيتشرز اللي موجودة في الميثود أو في الفانكشن اللي اسمه constructor مش موجودة في الأذر functions أو methods داخل الكلاس؟ أول ميزة حكينا إنه إله نفس اسم الكلاس بالضبط، وانتبه للكيسز تبعت اللترز. الميزة الأخرى إنه ما بيرجع قيمة ولا حتى في void أمامه، يعني ولا حتى void. الميزة الثالثة إنه الوظيفة من هذول الconstructors إني أعمل initialization للobjects وبالتحديد الdata fields. أوكي هلأ يحكي لك في طريقة أخرى تكتب فيها الconstructor غير الطريقة اللي أخذناها أنا وياكم في محاضرة يوم السبت، بسميها الانيشاليزر ليست. هلا بحكي لك إنه الداتا فيلدز الموجودة عندك في الكلاس بنستخدم الكونستركتر حتى نعطيها القيم الابتدائية. هلا في طريقة أخرى اللي بنسميها الانيشاليزر ليست، بتحكي لك إنه بدل ما أنت بهون على الرسمة أو البوكس اللي موجود على اليمين، بدل ما تعطي الداتا فيلدز قيم داخل البادي تبع الكونستركتر. هلا انسوا لي هذا الجزء، رح اشرح عنه كمان شوي، خلينا ننساه مبدئيا. نفترض انه الكود بهذا الشكل، خلينا ننساه، يعني هذا الكونستركتر في داخله
بعطي initial values للداتا فيلد الوحيد الموجود عندي في الكلاس اللي هو الراديوس. طيب هلا بحكي لك الانيشاليزر ليست، بحكي لك انه خلي البادي تبع هاي الميثود فاضي empty زي ما انتم شايفين، البادي تبع الكونستركتر empty، وبعد اسم الكونستركتر بحط كولوم زي ما انتم شايفين radius، وبين قوسين بعطيها الانيشال فاليو. هاي بنسميها الانيشاليزر ليست باختصار. هلا انا بصراحه ما بفضل ان نستخدم الانيشاليزر ليست، بحس هاي الطريقه بتكون اوضح وارتب في الكود، بس إن كيس إذا شفت في الامتحان بيس من الكود فيها هذا الكلام تعرف إنه مجرد initialization للداتا فيلد. يعني السنتاكس إلها بيكون عندك الكلاس نيم اللي هو اسم الكونستركتر، البارامتر ليست اللي أنت بدك تعديهم، ممكن إذا كنت بتحكي عن النو argument بتكون هاي فاضية، إذا كنت بتحكي عن overloaded version من الكونستركتر بتكون معطي أنت parameters. البادي فاضي ممكن تحط فيه انت سي اوت ستيتمنت مثلا the object is created، بس ما بتعمل في داخله initialization، والinitialization بيصير في هاي المنطقة بعد البرنتسيز قبل الكيرلي بريس، بتحط نقطتين رأسيات، تحط اسم الفاريبل الأول بين قوسين القيمة اللي بدك تعطيها إياها، فاصلة عادية، اسم المتغير الثاني وبين قوسين القيمة اللي بدك تعطيه إياها. هاي ببساطة موضوع الinitializer list. طيب هلا بدنا نحكي عن الاوبجكت نيمز. الاوبجكت هي النسخه او الكوبي اللي بتعملها من كلاس معين داخل المين، يعني كانه الكلاس بيكون شيء يعني تمبلت او شيء يعني وهمي لحد ما انت تعمل كرييشن لاوبجكت من هذا الكلاس، بيصير عندك نسخه منه بتتعامل معها بتشتغل معها داخل المين. هلا احكي لك اسماء الاوبجكتس يعني بتنطبق عليها شروط تسميه المتغيرات فعلياً، بس أنت تحط هذا السطر في المين اسم الكلاس بعدين اسم الأوبجكت، بيصير زي ما حكيت لك implicit invocation لل no argument constructor اللي هو الكونستركتر اللي ما باخذ argument بس بعمل initialization للdata fields. إذا أنت مش كاتب no argument constructor بعمل call بعمل يعني implicitly a creation لديفولت argument اللي هو أو الديفولت constructor، آسفة هذا الconstructor بس بعمل creation للobject بدون ما يعمل initialization للdata fields، ممكن يضل فيها random values. أوكي طيب هلأ معطيك مثال عليها وهذا الحكي شرحناه. حكي لك circle اسم الكلاس اسم الobject circle 1 the size of the object depends on the data fields only. بمعنى إذا أنا جبت لك سؤال حكيت لك إنه هاي تعريف الكلاس اللي اسمه سيركل، في data fields وفي methods. الميثودز أنا بقصد فيها الفانكشنز اللي موجودين داخل الكلاس معين، وحكيت لك بدي أعرف شو السايز تبع الأوبجكت اللي اسمه سيركل 1. فبهاي الحالة ممكن إنك أنت تحسب هون، لو إجينا هون على الكلاس اللي اسمه TV أنا وياكم حتى تكون الصورة واضحة، لو رجعنا على كلاس التي في، كلاس التي في كم data field فيه؟ في 3 data fields اللي هم boolean on, integer channel و integer volume level. فأنا في المين إذا بعمل creation بدي أنزل على المين وبدي أعمل creation لأوبجكت من نوع TV سميته TV1، أوكي؟ وبدي أعرف شو السايز لTV1، كم تتوقعوا رح يكون السايز لTV1؟ TV1 هو أوبجكت من class TV، وبحكي لك في السلايدز انه حجم الاوبجكت بيعتمد على الداتا فيلدز اللي موجودين فيه اونلي، يعني ما إلي علاقه بعدد الفانكشنز اللي موجودين في الكلاس. فهذا التي في كلاس فيه انتجر بوليان اون اللي هو كم بايت 1 بايت، وفي عندنا انتجر الفوليوم وانتجر الشانل، فكل انتجر هو عبارة عن 4 بايتس، فإذا بدي أجمعهم رح يكون عندي 1 بايت للبوليان اون و4 بايت للانتجر شانل و4 بايت للانتجر فوليوم، فرح يصير عندي كم 9 بايتس. المفروض انه على حسبتي أنا المانيوال اللي عملتها بطلع عندي 9 بايت. طب خليني أشوف أتأكد إذا كلامي صحيح، بستخدم فانكشن استخدمته أنا وياكم قبل اللي هو اسمه size of، فبدي أحكي see out the size of TV1
اللي هو الأوبجكت اللي اسمه TB1 is كم. بدي أستخدم الفانكشن اللي هو size of، بعطيه بين قوسين شو بدي أعطيه؟ اسم الأوبجكت اللي هو TB1، زي ما كنا نعطي size of بين قوسين x و x نكون معرفينها integer، عادي بعطيه اسم الأوبجكت. بدي أشوف شو رح يطبع لي في، أنا على توقعاتي وعلى الماني والكالكوليشنز مفروض يطبع لي كم؟ مفروض يطبع لي 9 صح؟ اللي هم 4 4 8 1 9. بس شوفوا شو طبع لي هون، حكالي the size of TV1 is 12. هلأ ليش هذا الكلام؟ ليش 12 مش 9؟ لأنه في عنا بعض البايتات الإضافية اللي بيتم إضافتها حسب الميموري مانجمنت سيستم، أوكي؟ فبيكون استخدام size of function مع الobjects بيكون مش دقيق، لأنه سوري استخدام المانوال calculation للsize مع الobjects ما بيكون دقيق، لازم استخدم size of حتى أقدر أو أحكي شو هو الحجم الفعلي اللي أخذه هذا الobject داخل الميموري. من وين إجت هاي البايتات الإضافية؟ حكينا شيء مرتبط بالميموري management system اللي موجود عندي على الجهاز. هلأ ممكن إنك تسأل شو حجم ال، يعني كنا نعرف integer إحنا x وكنا نحكي إما size لx أو كنا نحكي برضو size of integer، كلاهما صحيح يعني كلاهما ما في أي مشاكل. هون size كاتبين خطأ وهون برضو size of missing. فنفس الإشي بنطبق على الكلاسز، ممكن تحكي له size of بين قوسين الأوبجكت اللي أنت عملت له creation من هذا الكلاس، وممكن تعطيه بين قوسين الكلاس نفسه، اسم الكلاس نفسه. يعني كلاهما صحيح، كلاهما بيرجع لك حجم أي أوبجكت من نوع هذا الكلاس. فخليني أطبع أعمل run وأشوف هل إنه رح يرجع لي فعلاً 12 ولا رح يعطيني مشاكل. إذا بتلاحظ رجع لي فعلاً 12. فكيف بدي أعرف حجم الأوبجكت من نوع هذا الكلاس؟ بستخدم size of إما اسم الكلاس مباشرة أو size of اسم الأوبجكت مباشرة. Okay؟ طيب هلأ بيحكي لك constructing with arguments. بتوقع المثال شرحناه في محاضرة يوم السبت لما عملنا أوبجكت ثاني من نوع TV وأعطيناه parameters أو arguments في داخل المين. Okay؟ هلأ على سبيل المثال بدي أرجع أنا وياكم على الكود اللي أنا كتبته يوم ال، أعطينا هون تقريباً أن أعطيناها 1، أعطينا فاصلة 2، أعطينا فاصلة 5، خلينا نتأكد شو اللي عملته هون في هذا السطر. بس بالأول سامعين الصوت؟ شايفين الكود بلوكس؟ ما في مشاكل؟ سامعين. إذا عندكم أسئلة اسألوا ما تترددوا، لأنه موضوع الكلاسز وموضوع البوينترز يعني هذول من أهم المواضيع اللي ممكن تدرسوها في مادة C++. فبالنسبة لهذول التو تشابترز اللي هم الكلاسز والبوينترز، أرجو إذا في عندك أي سؤال اسأل مباشرة، ما تأجل السؤال وتبني على شيء مش واضح. فإذا الأمور تمام بكمل. طبعاً إلى الآن كل الحكي تقريباً انشرح في محاضرة يوم السبت بالتفصيل. هلأ عرفنا الأوبجكت اللي اسمه TV2 من نوع الكلاس اللي اسمه TV، وأعطيته زي ما أنتم شايفين كم بارامتر؟ أعطيته 1 2 3. طب هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام صحيح، لأني أنا في الكلاس اللي اسمه TV عملت constructor باخذ 3 بارامترز. عملت constructor زي ما أنتم شايفين اسمه TV نفس اسم الكلاس، وأعطيته 3 بارامترز. أول واحدة boolean x، بعدين integer c integer v، وحكيت له ال x اللي بعطيك إياها في المين حطها في الon. الon هو عبارة عن data field موجود عندي في الكلاس، هذا الكلاس اللي اسمه TV في 3 data fields اللي هم الon اللي بيحدد إذا TV on أو off، الchannel اللي هي قيمة الchannel أو رقم القناة، والvolume level بيحدد مستوى الصوت عندك في هذا TV. ففي هذا الconstructor أنت في المين رح تعطيه إما 3 integers أو sorry 3 variables أو تعطيه 3 constant، يعني ممكن تعطيه constant boolean، constant integer، constant integer زي ما عملت في المين. رح يأخذ هاي القيم ورح يعمل initialization للdata fields الموجودين عندك في الكلاس. بنزل تحت على المين بشوف إنه TV2 لما عملت له creation أعطيته 3 values، الأولى رح يأخذها ويحطها في الon
فبالتالي راح يصير تي في الاون فاليو فيها واحد، يعني التي في شغال. وحكينا ضروري انه يكون شغال قبل ما اعمل كول لاي other functions موجودين في عندي في هذا الكلاس، لانه الشانل اب مثلا عندك في هذا السطر والفوليوم اب بشيكوا على قيمة التي في لازم تكون اون حتى يشتغلوا، لانه فعليا اذا كان التي في عندك مطفي او اوف ما بتستفيد اذا بتكبس على كبسة الشانل اب او كبسة الفوليوم اب. فبالبداية بدك تشوف انه التلفزيون ضاوي، بعدين بتضغط الشانل اب او الفوليوم اب. هلأ إذا بتيجي هون بتعمل سي أوت لهذا الكلام، بتشوف شو نعمل فعليا. بدي أعمل سي أوت كنترول كوبي، أعمل كنترول في هون، بدي أعمل سي أوت لقيمة التي في شانل، بدي أشوف هل فعليا أخذ الاثنين وحطها في الشانل، وهل أخذ فعليا الخمسة وحطها في الفوليوم، وبدي أعمل رن. بدي أشوف شو رح يطبع لي. هلأ طبع لي إنه TV2 channel is 2 فعلاً زي ما أعطيته، and volume level is 5. فأخذ القيمة اللي عديتها أنا لهذا الكونستركتر وعمل initialization للداتا فيلز في هذا الأوبجكت. نفس الكلام بنطبق على السيركل هلأ، لأنه السيركل فيها داتا فيلد واحد، فعملت أوبجكت اسمه circle2 من الكلاس اللي اسمه circle. في هاي الحالة رح يعمل invoke للكونستركتر اللي موجود في الكلاس اللي اسمه سيركل، واللي باخذ بارامترز من المين. طيب هلا الاكسس اوبريتر برضو حكينا عنها في محاضره يوم السبت، وحكينا بنسميها الدوت اوبريتر، اللي بعد ما انت تعمل كرييشن لاوبجكت في المين ممكن تعمل اكسس للديتا وللفانكشنز اللي موجودين في هذا الاوبجكت. هلا كل اوبجكت تعمله انت من كلاس معين راح يكون فيه كل الداتا فيلدز الموجودين في هذا الكلاس وكل الفانكشنز، اوكي؟ فاذا بدك تعمل اكسس مثلا لفيلد معين داخل هذا الاوبجكت او لميثود معينه داخل هذا الاوبجكت، بدك تستخدم الاوبجكت ممبر اكسس اوبريتر، او بنسميها سوري الدوت اوبريتر. يعني بدك تحط اسم الاوبجكت دوت اسم الداتا فيلد او الميثود، اوبجكت نيم dot data field، هذا هي عبارة عن reference وبيرجع لي أو بيرجع لي قيمة data field اللي أنا حددته واللي موجود في هذا الأوبجكت، أو أحكي له object name dot function بعطيه الargument بعمل invoke لهذا الfunction. وهذا الحكي شرحناه هون مجددا. بس بدي أطبع قيمة الchannel مثلا، قيمة القناة لل TV2، شو حكيت؟ حكيت اسم الأوبجكت اللي هو TV2 dot اسم الداتا فيلد اللي هو الشانل. نفس الكلام اذا بدي اطبع الفوليوم، بحكي اسم الاوبجكت تي في 2 دوت الفوليوم ليفل. فبهاي الحاله راح يطبع لي قيمه الداتا فيلد التابعين لهذا الاوبجكت اللي هو تي في 2. نفس الكلام بالنسبه للميثودز، اذا بدي اعمل كول للميثود اللي اسمها تيرن اون ما بصير اعملها كول بهاي الطريقه، بعمل رن. هذا الكلام خطا. هلا التيرن اون موجوده في الكلاس اللي اسمه تي في، حتى تصلها بدك تكون عندك اوبجكت من نوع هذا الكلاس وتستخدم معه الدوت اوبريتر. اعطاني ايرور عليها ملاحظين؟ فاسم الاوبجكت دوت اسم الميثود بيروح على هذا الكلاس اللي معمول منه هذا الاوبجكت، وبيدور اذا الميثود موجوده، يعني فعلا في ميثود او فانكشن اسمه تيرن اون وما باخذ بارامتر، شو راح يعمل؟ راح يستدعي استدعاء عادي زي ما كنا نعمل كول او انفوكيشن لاي فانكشن. اذا هاي الميثود طبعا مش موجوده عندك في ال مش موجوده عندك في الكلاس، راح يعطيك ايرور، راح يحكي لك انه هاي الميثود مش موجوده عندي. لاحظوا الان عمل رن ما في مشاكل. طب خليني اغير بدل الكابيتال في اسم الميثود اللي هي تيرن اون بدي احطها سمول، واحنا بنعرف انه السي بلس بلس هي كيس سنسيتيف. الان انا حطيت تيرن اون بس عملت خطأ، انه التيرن اون انا معرفيتها بالكلاس اللي اسمه تي في، انه الاون الاو اول حرف من الاون كابيتال زي ما انتم شايفين هون تيرن اون، هي تعريفها. رحت عملت لها كول داخل المين باستخدام اوبجكت من نوع الكلاس، بس حطيت الاو سمول ورح يعطيني عليها خطأ، رح يحكي لي انه ما في عندي ميثود اسمها تيرن اون بهاي الصيغه موجوده في الكلاس اللي اسمه تي في.
فبدك تنتبه لهاي النقاط وتركز عليها بس تكتب classes. طيب هلأ بالنسبة لتسمية الobjects والclasses، أوكي هلأ الclasses اللي كتبتهم أنا وياكم إلى الآن اللي هم الكلاس الأول اللي كتبناه كان عن السيركل، والكلاس الثاني اللي كتبناه كان عن التي في، هذول بسميهم custom classes، custom classes لأنه أنا اللي كتبتهم، يعني مش موجودين أصلاً في C++. يعني في classes أصلاً مكتوبة وموجودة في C++ زي الكلاس اللي هو string، حكينا إنه string هي class أصلاً، لما تحكي string s أنت بتعمل object اسمه s من الكلاس اللي اسمه string، ففعلياً string هي class موجود ومكتوب في C++ أنا بستخدمه بس. هلأ هذا مش custom class، أوكي هذا مش custom class، هذا بنسميه C++ library، هذا الكلاس اللي اسمه string بسميه C++ library، أوكي بس الكلاسز اللي أنا بكتبهم وبعرفهم هاي بنسميها الكستم كلاسز. هلأ بحكي لك في convention إنه في الكستم كلاسز دائما بنعمل الحرف الأول من اسم الكلاس أو من each word in the class name capital، الحرف الأول من كل كلمة في اسم الكلاس بنعملها capital. لاحظوا circle capital، rectangle capital، disk capital. إذا كان عندك مثلا كلاس اسمه university student مثلا، فأنت بتحكي university capital أول حرف إلى آخره، وstudent أول حرف فيها capital، فهو convention يعني ما رح يعطيك عليه خطأ إذا حطيته small في الكستم classes، ولكن هو convention متبع، فأنت امشي على الconvention الموجود، بس بدك تعرف إنه ما رح يعطيك عليها error إذا ما مشيت عليها. هلأ في الـ C++ library زي السترينج بيحكي لك إنه لازم اسم الكلاس ببلش بلور كيس، أو اسم الكلاس كامل بيكون لور كيس، آسفة. هلأ يعني إذا بتكتب هون على سبيل المثال، إذا بكتب سترينج، خليني أعمل أوبجكت من الكلاس اللي اسمه سترينج، إذا حطيت كابيتال سترينج وحطيت S، لاحظوا ما أعطاني لونها مختلف، أو ما أعطاني إياها باللون الأزرق على إنها كيورد. ليه؟ لأنه هي معرفة على إنها سمول، حكينا اسم الكلاس بعدين اسم الأوبجكت، فالC++ libraries بيكونوا مكتوبين lower cases، بس الكستم classes بيكونوا بيكونوا مكتوبين بالcapitalization لأول letter في كل كلمة من اسم الكلاس. أوكي هلأ بالنسبة لأنواع الكلاسز، شو ممكن يكون نوع الداتا اللي موجودة عندي في الكلاس؟ هلا بحكي لك ممكن تستخدم primitive data type زي الانتجر، زي البوليان، زي الدبل، زي الفلوت، زي أي يعني primitive data type ممكن تستخدمه كداتا فيلد موجود عندك في هذا الكلاس، وهذا اللي عملناه لحد الآن. بحكي لك أيضا ممكن إنك تعرف الداتا فيلد تبع الكلاس object name، يعني شو هذا الكلام مش واضح، يعني مثلا عندي في الكلاس اللي اسمه تي في، خليني اضبط هاي الاون الاول، في الكلاس اللي اسمه تي في ايش هم الداتا فيلدز اللي موجودين عندي؟ بطلع على الكلاس بشوف انه في عندي بوليان اون، انتجر شانل، وانتجر فوليوم ليفل، وهاي كلها بريميتيف داتا تايبس. بحكي لك ملاحظه، ممكن يكون عندي داتا فيلد بس نوعه شو نوعه؟ نوعه يعني اوبجكت، يعني إذا عرفت موديل، إذا عرفت في الكلاس اللي اسمه تي في داتا فيلد رابع سميته موديل، وبحكي لي أو بيعمل لي ديسكريبشن أو بعطيني شو هو الموديل تبع هذا التي في، وبحطه بعرفه كسترينج، لأنه أكيد الموديل تبع التي في بده يكون يعني مثلا M capital Q R مش 6 وهكذا، فأفضل نوع بعرفه إنه سترينج الموديل تبع التي في، فبعرف إنه السترينج هي عبارة عن كلاس أصلاً، فصار في عندي أوبجكت داخل أوبجكت، أوبجكت داخل أوبجكت. الأوبجكت الأول اللي هو التي في، هذا التي في كلاس في داخله داتا فيلد أصلاً نوع أوبجكت اللي هي الموديل، الموديل هي عبارة عن أوبجكت من الكلاس اللي اسمه سترينج. فمثلاً إذا بدك تعمل أي أوبريشن على هاي ال، خليني أحط الديفولت كونستركتر مثلاً موديل هون، بدي أعمل initialization لهاي الموديل، موديل تساوي مثلاً
M Q R أي قيمة عشوائية، وبهيك أنا عملت initialization لهذا الأوبجكت داخل الديفولت أو النو أرجومنت كونستركتر. بدي أجي على المين أشوف شو ممكن أشتغل على هذا الأوبجكت أو أعمل أكسس إله. فبدي أحكي له مثلا TV1 TV1 dot model، بدي أعملها cout c. بعدين بدي أنزل سطر كمان حتى يكون الأمور عندي واضحة. شو اللي عملته؟ بعد ما عملت create لأوبجكت من نوع TV استدعى no argument constructor وأعطاني initial values للفور data fields الموجودين عندي، بدي أطبع قيمة الموديل. فبعمل run بشوف هل إنه فعليا رح يطبع لي إياها. طبعا في عنا mistake. شو هو mistake؟ بحكي لنا إنه TV was not declared. طبعا هي TV1 اسم الأوبجكت، أنا حطيت TV فأعطاني عليها error. بعمل run بشوف شو رح يطبع لي، هل رح يطبع لي فعلا الانيشيال فاليو. لاحظوا طبع لي الانيشيال فاليو هيها هون MQR 450. اوكي طب اذا بدي اشوف مثلا، اوكي اذا بدي اشوف اذا بدي اشوف مثلا الاليمنت اللي الاندكس او اللتر او الكاركتر اللي الاندكس له 3 داخل هاي الموديل، شو بدي احكي؟ بدي احكي tv1 dot اسم الاوبجكت dot اسم الداتا فيلد. الداتا فيلد نفسه اوبجكت وبدي اعمل اكسس لجزء منه، فبحكي دوت ثانيه at كم الاندكس لها 3. فبهاي الحاله رح يطبع لي قيمه، لاحظوا استخدمت الدوت اوبريتر مرتين، كل مره بدك تعمل اكسس لاي شيء داخل الاوبجكت بدك تعمل استخدام للدوت اوبريتر. فالان المفروض يطبع لي اللي الاندكس لها 4، فشو طبع لي فعليا MQR 450 فعلا اللي الكاركتر اللي الاندكس له 3 في هاي الموديل قيمته 4. واضحه الفكره؟ الفكره اذا كان في عندك اوبجكت معرف كداتا اليمنت او كداتا فيلد داخل الكلاس، اذا بدك ممكن تستدعيه وممكن تستدعي كل الاليمنتس اللي في داخله. يعني هذا إشي complicated، ما أتوقع إنه رح يجيك class داخل class، بس in case حتى تفهمه. هلا بدنا نحكي عن member wise copy. member wise copy. هلا ال assignment operator إحنا بنستخدمها حتى نعمل copy للجزء الموجود على ال right ونحط منه نسخة في ال left، صح؟ طيب. هلا بس أعمل copy لobject شو رح يصير؟ each data field of one object is copied to its counterpart in the other object. يعني إذا بدي أحكي circle 2 equal circle 1 شو رح يعمل؟ هلأ إحنا حكينا إذا في عندي object اسمه circle 1 رح يعمل نسخة رح يعمل أو object اسمه sorry circle 1 object اسمه circle 2، وهون الداتا فيلد إلها 5 اللي هو الراديوس، وهون الداتا فيلد إلها 3 اللي هو الراديوس. فأنت بس تحكي له circle 2 equal circle 1، يعني جيب لي القيمة اللي مخزنة في circle 1 لكل data fields وغير circle 2 وانسخ لي قيم data fields اللي مخزنين في circle 1. بهاي الحالة رح يعمل copy للradius اللي موجود في circle 1 ويحطه كقيمة للcircle 2. وبعد الكوبي، بعد عملية الكوبي يعني بعد هذا السطر بداية من هون، رح تكون circle 1 وcircle 2 موجودين، يعني two different objects بس إلهم نفس قيمة الداتا فيلدز اللي هم في هاي الحالة one data field اللي هو الرينيس. أوكي عليها سؤال؟ طيب خلينا نأخذ عليها مثال على الكود بلوكس سريعا، وخليني أحذف هذا الإشي عشان ما يتوهكم. هي بس مجرد ملاحظة، ما أتوقع رح يجيكم عليها إشي complicated. هاي موضوع ال إنه واحد من الداتا فيلد ممكن يكون اصلا اوبجكت مش بريميتيف داتا تايب. بدي ارجع على الكلاس اللي اسمه tv، بدي احكي انه tv1 عملت له كرييشن، وبعدين بدي احكي او بدي اعمل كرييشن للtv اللي اسمه tv اسم الكلاس، بدي اسمي الاوبجكت tv2. اوكي لو يطبع لي
قيمة كنت الكوبي هون بدي يطبع لي قيمة الشانل والفوليوم لتي في 1 وبرضو بدي أعمل هون قيمة أحط مثلا 1 6 8 أوكي وبدي يطبع لي قيمة أيضا الفوليوم والشانل لتي في 2 بنفس الطريقة عرفت شو اللي عملته؟ عملت أوبجكت اسمه TV1 وعملت أوبجكت اسمه TV2 TV1 أخذ قيمه من الديفولت كونستركتر والأوبجكت الثاني اللي اسمه TV2 أخذ من الأوفرلودد كونستركتر أوكي؟ وبدي أطبع قيمهم بشوف إنه القيم رح تكون عندي مختلفة للتو أوبجكتس هلأ إذا بتنتبهوا للأوتبوت الآن مفروض تطلع عندي قيم مختلفة للشانل والفوليوم لكل من TV1 و TV2 شوية في عندي هون بطء في ال... زي ما أنتم شايفين حكالي TV1 الشانل إلها 30 والفوليوم إلها 3 و TV2 أخذ من الكونستركتر الشانل 6 والليفل 8 طيب بدي أحكي له هون بدي أحط جملة TV2 TV2 اللي هو اسم الأوبجكت equal TV1 يعني خذ لي كل الداتا فيلز اللي مخزنين في TV1 وغير أو انسخهم في الداتا فيلز الموجودين عندك في TV2 بدي أشوف هل رح فعلا تتغير عندي القيم ولا شو رح يصير لاحظوا إنه قبل الكوبي كانت قيم TV2 6 و8 زي ما قرأهم من الكونستراكتر بعد الكوبي حكالك إنه الشانل والفوليوم لTV2 مساويين لقيم TV1 في ناس عنده أي سؤال لحد هون على موضوع الكوبي للأوبجكتس عادي زي موضوع الكوبي لل زي موضوع الكوبي للبريميتيف داتا تايبس اوكي هلا حكي لك constant object name الفكره هون بحكي لك انه مجرد ما تعمل creation لاوبجكت معين ما بتقدر تغير اسمه you can't change او reassign ال name للاوبجكت يعني اذا عرفت مثلا عندنا TV سميته TV1 اوكي هلا انا عملت اوبجكت اسمه TV1 من الكلاس اللي اسمه TV هلا صار هذا الاسم اللي هو TV1 constant ومربوط في هذا الاوبجكت يعني ما بيصير تعمل creation لاوبجكت سوري من الكلاس TV وتسميه TV1 مره ثانيه رح يعطيك عليها error هذا الحكي بحكي لك انه صار هذا الاوبجكت constant او هذا الاسم constant وخاص بالTV1 يعني هون اذا حكيت له TV بدي أسميه TV1 ما بيصير لأنه اسم TV1 already صار constant ومحجوز للأوبجكت اللي اسمه TV1 هذا الحكي أخذناه لما حكينا عن primitive data types أي سؤال لحد هون أي سؤال أي شيء مش واضح طيب هلأ بدنا نحكي عن anonymous object إيش هو anonymous object بحكي لك إنه إحنا بنعمل create لأوبجكت معين وبنعمل access لكل الممبرز اللي موجودين في هذا الأوبجكت سواء كانوا data fields أو methods من خلال اسم الأوبجكت مع dot operator هلأ بحكي لك أحياناً تضطر إنك تعمل create لأوبجكت تستخدمه مرة واحدة فقط بس بدك تستخدمه مرة واحدة فقط بهاي الحالة بدل ما تعمل انت كرييت لاوبجكت ممكن يكون حجم الداتا فيلدز اللي موجودين في هذا الاوبجكت مثلا بيكلفوك في الميموري 1000 بايت مثلا بيكون في هذا الاوبجكت مثلا اري اوف انتجرز فيها 10 اليمنتس في هاي الحاله كل ما بدك تعمل كرييت لاوبجكت جديد بدك تحجز الداتا فيلدز تبعته في الميموري وتستهلك حيز من الميموري فبالتالي بحكي لك اذا كنت هذا الاوبجكت بدك تستخدمه مره واحده فقط لا غير فما في داعي انك تعمل كرييت لهذا الاوبجكت ممكن تستخدم مكانه اسم الكلاس وبهاي الحاله بسميه الانونيمس اوبجكت
كيف بدي أعمل كرييت لأنه نمس أوبجكت؟ بحكي الكلاس نيم، إذا كنت بتعامل مع النو أرجومنت كونستركتر بحكي الكلاس نيم مباشرة مع empty parentheses، وإذا كنت بتعامل مع الأوفرلودد كونستركتر بحكي الكلاس نيم بين قوسين الأرجومنت. يعني بدل ما تحكي tv1 أو tv tv1، هذا الأوبجكت مثلاً فيه ديتا كثيرة وكل مرة بدك تعمل كرييشن لأوبجكت من نوع هذا الكلاس رح يأخذ عندك حيز كبير في الميموري. فأنت حكيت بدي أستخدم أو بدي أعمل كرييت لأوبجكت بس بدي أستخدمه مرة واحدة فقط، فبهاي الحالة ما في داعي تعمل كرييت لأوبجكت، تعمل شيء زي هيك تي في بين قوسين إذا كنت بتستخدم النو أرجومنت كونستركتر، أو بتحكي تي في بين قوسين مثلا تعطي 1 3 4 إذا كنت بتستخدم الأوفرلودد كونستركتر بدون ما تحط اسم الأوبجكت. وبتصير تستدعي الميثودز اللي موجودين في هذا الكلاس باستخدام اسم الكلاس نفسه. خلينا نشوف كيف ممكن نعمله مع التي في اللي بنسميه الانونيموس اوبجكت. هون مثلا خليني اشيل هذا الكلام كله ما بدي اياه، يعني اعمل له ديليت اوكي. وبدي مثلا اعمل تي في بهذا الشكل، اسم الكلاس وبعدين قوسين فاضيين، بدي احط انتر اسم الكلاس دوت، بدي احكي له مثلا channel up، او في البداية خليني احكي turn on، لازم اعمل turn on بهاي الطريقة. بعدين بدي احكي له اسم الكلاس دوت، مباشرة لاحظوا ما في عندي object، ما في عندي object، بدي احكي له channel up. شو اللي عملته؟ اللي عملته كالتالي، بدل ما اعمل احكي tv، بدل ما أحكي TV TV1، بدل ما أعطي اسم للأوبجكت ما أعطيت أو ما عملت كرييت لأوبجكت، حكيت TV بين قوسين فاضيين اللي هو رح يستدعي No Argument Constructor ورح يعمل Initialization للData Field. شو رح يعمل؟ بعدين رح أستخدم نفس اسم الكلاس وأستدعي الميثودز الموجودين في داخله. أول واحدة استدعيتها Turn On حتى أضويه، بعدين استدعيت Channel Up. خليني أشوف إذا هذا الكلام رح يقبله ولا رح يعترض الكومبايلر ويحكي لي انت ما حطيتي اسم للأوبجكت. خليني اشوف، اعطانا عليها ايرور، خلينا نشوف شو الايرور. اوكي بعرف إذا هاي مشكلته أو إذا مشكلته إنه إحنا استخدمناه أكثر من مرة. خلينا نشوف. هلأ الشرط إنك تعمل anonymous إنك تستخدمه مرة واحدة فقط، فخلينا نشوف بالسلايدز كيف عمله. بالسلايد استخدموا على نفس السطر، فخلينا نعمل نفس الكلام tb1.turnOn turnOn. خليني أشوف إذا فعلاً هو كان محتاج إني استخدمت الأنونيموس أوبجكت أكثر من مرة وأنا المفروض إني أستخدمه مرة واحدة فقط. فعلاً هاي هي المشكلة كانت. هلأ شو اللي عملته أنا؟ عملت كرييت الأنونيموس أوبجكت لحد هون، اسم الكلاس لوحده. في هاي الحالة استدعيت النو أرجيومنت كونستركتر واستخدمته مع هاي الميثود. قبل شوي كان معطيني أخطاء لأني استخدمت هذا الأنونيموس أوبجكت اللي ما إله اسم، استخدمته أكثر من مرة، عملت شانل أب، استدعيت ميثود ثانية في سطر ثاني، فصفى الآن أنا عمالي بستخدم هذا الأنونيموس أوبجكت في تو لاينز، يعني استخدمته أكثر من مرة، فأعطاني هون صح غريب. شو المشكلة كانت؟ طب خلينا نجرب نعمل شانل أب مرة ثانية. أنا بعتذر عن هذا هاي المعلومة المش دقيقة، بس أنا توقعت إنه هاي هي المشكلة رح تكون. طيب نرجع، شايفين كيف أحيانا الواحد بس يضل يعمل رن للبرنامج بيكتشف أشياء ما كانت أوكي، ما أعطى مشاكل. يبدو قبل شوي كان في عنا خطأ معين في الكود ما انتبهنا له. الملخص بعيد صياغة لأني حكيت معلومة غير صحيحة أو غير دقيقة، اللي هي إنه بستعمل create لأنه نمص object، بصير عندك object من نوع هذا الكلاس بس فعليا بدون اسم، فبتصير تستدعي الميثودز أو الداتا بدون ما يصير عندك أي مشاكل. خليني أعمل cout مثلا statement وأحكي هذا الأنونيموس أوبجكت اللي ما إله اسم dot on،
خليني أطبع قيمة الداتا تايب اللي هي on أشوف شو رح يعطيني عليها. ما أعطاني عليها مشاكل وطبع لي قيمة الداتا فيلد اللي هي on اللي هي قيمتها في البداية رح تكون صفر أول ما نعمل كريات للأوبجكت. هلأ ممكن نستدعي، خليني أشوف إذا ممكن نستدعي الأوفرلودد كونستركتر أو الكونستركتر اللي بأخذ باريتر، نفس الشيء ما رح يعطيك عليه مشاكل. فهذا هو مبدأ الأنونيموس أوبجكت، إنك تعمل كريات لأوبجكت بس ما تعطيه اسم. كيف السنتكس له؟ اسم الكلاس لوحده. كيف؟ طيب لحد هون في ناس عنده أي مشاكل؟ في شيء مش واضح يا شباب ويا صبايا في الكلاسز والأوبجكتس؟ أي سؤال؟ طيب خليني أروح أنا وياكم ونأخذ أو نتعلم شيء جديد اللي هو كيف إني بدي أفصل الديفينيشن أو الديكليريشن تبع الكلاس لأكثر من طلاب. سامعين الصوت شباب وصبايا؟ سامعين. طيب شكرا لكم. هلأ بدي أتعلم أنا وياكم، إذا بتتذكروا لما أخذنا موضوع الفانكشنز لأول مرة وحكينا افترض انه انت راح يكون عندك عدد كبير من الفانكشنز، ولما كنا نكتب الديكليريشن او الديفينيشن للفانكشن كاملا قبل المين، فكنا نحكي على فرض انت عندك مثلا 10 فانكشنز. في هاي الحاله شو راح يصير؟ راح يصير عندك المين في اخر البرنامج، وراح تكون صعوبه بالنسبه للمبرمج انه يتعامل مع هذا البرنامج. فحكينا الحل حتى نخفف حجم الكود اللي موجود قبل المين فانكشن اللي هو الفانكشن اللي أنا بيهمني أكثر إشي في السي بلس بلس كود اللي ببلش من عنده الكومبايلر، حكينا إن بنفصل تعريف الفانكشن لتو بارتس. الأول بحكي له بروتوتايب وبحطه قبل المين بيكون عبارة عن سطر واحد، والجزء المتبقي من الفانكشن أو الإمبليمنتيشن لهذا الفانكشن بحطه بعد المين. بهاي الطريقة أنا قللت حجم الكود اللي موجود عندي قبل المين وصار موضوع التعامل مع البرنامج أسهل. هلأ بالنسبة للكلاسز نفس المبدأ، افترض أنه أنا مثلاً معرفة 4 أو 5 كلاسز عندي في هذا البرنامج، فأنت متخيل حجم الكود اللي راح يكون عندك موجود قبل المين. وإحنا حكينا ليش بنكتب التعريفات قبل المين، لأنه إذا الكومبايلر بيشوف أي إشي مكتوب في المين ما شافه قبل راح يعطيك عليه إيرور، رح يحكي لك إنه أول مرة بشوف هذا الشيء فهذا الكلام مش رح يعطيك عليه إيرور. فالفكرة الآن الفكرة كالتالي، في عندي مجموعة من الكلاسز مكتوبين كاملين قبل المين، وهذا الإشي مش مريح للمبرمج إنه يتعامل مع برنامج حجمه كبير في عدد كبير من الكلاسز معرفة قبل المين. فشو الحل؟ حكولك إنه نعمل إشي اسمه separating definition from الimplementation، إني أفصل زي نفس التكنيك اللي اتبعته أنا مع الفانكشن، حذفت الديفينيشن للفانكشن عن الimplementation وخليت الديفينيشن قبل المين والimplementation بعد المين. بدي أستخدم نفس الطريقة مع الكلاسز، وبدي أفصل الكلاسز لتو بارت، جزء بسميه الديفينيشن اللي بيكون فيه بس أسماء الداتا فيلد والبروتوتايب للميثودز، والجزء الآخر بيكون فيه الimplementation لهذول الميثودز الموجودين داخل هذا الفانكشن. كيف بدي أعمل هذا الكلام؟ بحكي لك إنه في البداية معرف لك شو هو الكلاس definition. الكلاس definition describes the contract of the class and the class implementation implements the contract. يعني باختصار الكلاس definition بشرح لك بالتفصيل أو بذكر لك أسماء الـ data fields واسماء الفانكشنز بدون implementation، والimplementation بيكون في البادي تبع كل ميثود داخل الكلاس. هون حاكي لك الديكليريشن بيكون عبارة عن list of all data fields, constructor prototypes and function prototypes. هذا الديكليريشن. class implementation implements the constructors and functions. هلا بحكي لك انه الكلاس ديكليريشن الكلاس ديكليريشن اللي هو list all the data elements, constructor prototypes and function prototypes، هذا الجزء بسميه class declaration، بحطه في file بسميه .h file، بحط ال declaration the class declaration file has an extension بسميه .h file،
والكلاس امبلمنتيشن بسميه الدوت سي بي بي فايل. طب كيف هذا الحكي؟ انا برضو مش واصلتني الفكره، خليني اروح على الكود بلوكس واشوف. هلا برجع انا وياكم لهذا الكود اللي هو بيمثل الكلاس تبع السيركل اللي شرحناه في بدايه محاضره يوم السبت. حكينا في عندي كلاس اسمه سيركل، البابليك بارت فيه دبل راديوس وبس، في داتا فيلد واحد اللي هو الراديوس، وفي عندي النو ارجيومنت كونستراكتور، وفي عندنا الاوفرلودد كونستراكتور، وفي عندنا فانكشن اسمه جيت اريا، يعني ون ميثود داخل هذا الكلاس، وفي عندنا ايضا ميثود اخرى بنسميها الجيت بيريمتر، واحده بتحسب لي الاريا لهي السيركل والثانيه بتحسب البيريمتر، وكلاهما بيرجع دبل فاليو، وما باخذ بارامترز لانه بيشتغل على الداتا فيلد لهذا الكلاس اللي ما في داعي نعطيه. وفي ايضا ميثود اخرى اللي هي الان رقمها 5 اللي هي الست راديوس، بتغير على الراديوس. طيب خليني اشوف شو المقصود بالكلام اللي انحكى قبل شوي، شو معنى اني افصل الفانكشن لجزء بروتوتايب او جزء ديكليريشن بحطه في فايل اسمه header.h، وشو معنى اني احط الامبلمنتيشنز لكل الميثودز في فايل اخر بسميه .cbb. الخطوات كالتالي ويا ريت تركزوا معي، بعمل كوبي لكل الكلاس من الكلاس لعند الفاصلة المنقوطة اللي موجودة في آخر تعريف الكلاس، انتم متابعين معي؟ بعمل select لهذا الجزء وبعمل له copy، بعدين بروح بعمل بكبس على new file. واضحة عندكم وين مكان لنيو فايل؟ اي يا شباب مبين عندكم وين النيو فايل؟ هو تحت المنيو، تحت المنيوز في عندك هاي الكبسة اللي هي بتعمل لك creation لنيو فايل. هلا هذا الفايل بدي احكي انه ممكن تختار كلاس، بس انا بدي احكي انه ما بدي امشي على الطريقة هاي، بدي اروح هون اعمل نو فايل امبتي فايل، وبحكي لك do you want to add this new file in the active project، بحكي له yes بدي اضيف هذا الفايل للبروجكت، راح يطلع لك الدايركتوري اللي انت مخزن عليها هذا البروجكت، وبطلب منك تسمي الفايل، فانا راح اسميه سيركل نفس اسم الكلاس، وبدي احكي له دوت h. احنا حكينا الجزء الاول من الكلاس بحطه في هيدر فايل الاكستنشن له دوت h، وبحط سيف يس لاني اصلا انا عامله هذا الفايل، بعطيه اوكي. شو بعمل؟ كنترول في لكل الكلاس اللي انا جبته من المين. الان شو بدي اروح؟ بدي اروح على الكلاس، بدي اشيل كل الديفينيشنز تبعون الفانكشنز والكونستراكترز، يعني بدي احذف هذا كامل، بدي احوله من ديفينيشن لبروتوتايب. احنا عرفنا كيف نحول الفانكشن لبروتوتايب، او ايش هو جزء البروتوتايب لفانكشن معين، هو عباره عن اول سطر بعديه فاصله منقوطه. بروح بكرر هذا الكلام لكل الفانكشنز بما فيهم الكونستراكترز، بحذف البادي كامل، بحط بعد هذا السطر فاصلة منقوطة، هيك أنا حصلت على البروتوتايب تبع الأوفرلودد كونستراكتر، نفس الكلام للجيت أريا، بحذف وبطلع أو بخلي عندي بس البروتوتايب لهذا الفانكشن. لحد هون في سؤال؟ حذفت الإمبلمنتيشنز تبعون الفانكشنز والكونستراكترز وحطيت البروتوتايب وبكبس كنترول اس بسيب. الان صار في عندي فايل اسمه سيركل دوت اتش اللي هو بنسميه الهيدر فايل للكلاس اللي اسمه سيركل، وبيحتوي عندي فقط على اسماء الداتا فيلدز يعني دبل راديوس والبروتوتايبز لكل الكونستراكترز والميثود في هذا الفانكشن. لهون في ناس عنده اي سؤال؟ في شيء مش واضح شو اللي عملته بالضبط حتى احصل او حتى اعمل كرييشن للدوت اتش فايل اللي هو الهيدر فايل؟ شايفين ما ابسطه؟ الداتا فيلدز والبروتوتايبز للكونستراكترز والميثودز الموجودين في هذا الكلاس. طب ممتاز. طيب كيف بدي اعمل الامبلمنتيشن الان؟ الامبلمنتيشن حاكي لك هون في السلايد انه الامبلمنتيشن لكل الكونستراكترز والفانكشنز في هذا الكلاس بدي احطهم في فايل منفصل بدي اسميه الدوت سي بي بي فايل، وبيحتوي على الامبلمنتيشنز للفانكشن. خليني افتح بلكي فتح معي هون واجرب. اوكي نفس المشكله. اوكي طيب كيف بدي اعمل الامبلمنتيشن للفايل او للكلاس اللي اسمه سيركل؟ تبعوا معي منيح. بروح نفس الطريقه بعمل نو فايل امبتي فايل
يحكي لك add file to project yes، بدي أضيفه لهذا البروجكت، بفتح لك الدايركتوري، بطلب منك تسميه، بدي أسميه circle نفس اسم الكلاس، بس هاي المرة .cpp بهاي الطريقة circle.cpp، وبعمل له save. وفي داخله شو بدي أكتب؟ بدي أكتب كل الـ implementations أو الـ definitions تبعون كل الكلاسز اللي موجودين في هذا الكلاس. فبرجع على الجزء اللي موجود في المين، بعدني ما حذفته من المين، رح أحذفه من المين بس أجهز هذول التو فايلز. بعمل أول واحد كنترول كوبي، بروح على .cpp وبحطه كنترول V اللي هو النو argument constructor. النكست بروح على الكونستركتر أو الميثودز اللي بعديها اللي هي الاوفرلودد، بعملها كوبي وبحطها في الدوت سي بي بي فايل. شباب صبايا، في لحد هون ناس عنده أي سؤال على اللي عملناه؟ أي شيء مش واضح شو اللي عملته؟ أنا فصلت الكلاس into two files وبدي أطلعه برا المين. الهدف إني أخلي المين دوت سي بي بي بسيط ومقروء للبروجرامر بدون أي مشاكل. فبعمل إشي اسمه separation للكلاس into dot header file و dot cpp file. الهيدر زي ما حكيت لك بحط فيه اللي هو اسم الكلاس dot h، بحط فيه الداتا فيلدز مع البروتوتايبز. الimplementation اللي هو اسم الكلاس dot cpp، بحط فيه الديفينيشن لكل هذول الفانكشنز والكونستركتورز اللي موجودين في الكلاس اللي اسمه سيركل. هاي وصلنا لعند آخر فانكشن، بعمل له كوبي وبروح بحطه بالفايل اللي اسمه circle.cpp. لحد هون في ناس عنده أي مشاكل ما فهم شو اللي عملته؟ الآن ممكن أروح أشيل الكلاس كامل وأحذفه من المين. بدي أحذف الكلاس كامل من المين، بس إذا بتتذكروا حكينا هذا الحكي كثير، حكينا إذا بدك تستخدم الآن في المين، أنا عملت object من الكلاس اللي اسمه سيركل، بدي أعمل رن، بدي أشوف شو رح يعطيني. رح يعطيني إيرور، رح يحكي لك إنه هذا الأوبجكت المفروض، رح يحكي لك إنه هذا الأوبجكت اللي أنت عملت له كرييت ونوعه سيركل، أنا ما بعرف شو هي السيركل. فالحل زي ما حكينا سابقا، إذا بدك تستخدم أي فانكشن معرف في هيدر فايل معين، بدك تعمل إنكلود لهذا الهيدر فايل. فبدي أعمل إنكلود للسيركل dot h بهاي الطريقة. لاحظوا ما بتعطوه إشارة الأكبر والأصغر، تعطوه الدبل كوت لأنه هذا الهيدر فايل اليوزر كتبه. اللي بنعطيها بين إشارة أكبر وأصغر بالإنكلود، هاي بتكون الهيدر فايلز اللي معمولة في السي بلس بلس، يعني بلت إن خلينا نحكي. بس أي كلاس أنت بتعمله بدك تعطيه اسمه بين دبل كوت. الآن أنا هاش إنكلود للسيركل dot h. فالآن ممكن إني أعمل create لأوبجكت من نوع سيركل داخل المين، بس بدون ما يكون عندي حجم الكود كامل لهذا الكلاس موجود عندي قبل المين. اطلعوا الآن صار شكل البرنامج جدا بسيط وجدا سهل. لحد هون في ناس عنده مشكلة؟ طيب هلأ في نقطة حكيت لكم قبل شوي إنه انسوا لي إياها، رح أرجع أحكيها، اللي هي الريزوليوشن أو النقطتين الرئيسيات. بس قبل ما أجي على هاي النقطة، خلينا نشرح شوية عن السيركل دوت اتش اللي هو الهيدر فايل تبع السيركل. هلأ زي ما أنتم شايفين، الهدف من السيبريشن كان إنه نعمل بيتر أورجنايزيشن للكود. طيب صار عندي الكلاس موجود في تو فايلز، بس هون في الدوت سي بي بي فايل رح يكون عندي مشكلة معينة، إنه هون عماله يعمل implementation لفانكشنز هو مش عارف وين الكلاس اللي هم تابعين إله. أوكي، فلازم في الدوت سي بي بي فايل تعمل له هاش انكلود لمين في الدوت سي بي بي فايل؟ للسيركل دوت، هيها طلعت عندي، لاحظوا بتطلع عندك لأنها الآن عملت لها سيف. ففي الدوت سي بي بي فايل لازم تعمل انكلود لمين؟ للسيركل دوت اتش اللي هو الهيدر فايل.
أوكي، فإذا بدي أعمل كومبايل هون شو رح يعطيني؟ رح يحكي لي مشكلة. لاحظوا شو اللي عملته في هذا الفايل اللي هو circle.cpp، عملت build and run فأعطاني error. إيش الإيرور اللي أعطاني إياه؟ رح يحكي لي إنه هو مش عارف هذا الفانكشن اللي اسمه circle من أي كلاس جاي. أوكي، ففعلياً إذا بتتفرجوا هون على المين، إحنا بس نكتب نعمل hash include لIO stream، البرنامج ما بعرف إنه السي أوت هاي موجودة فعلياً في الIO stream. حتى نحكي له إنه هاي السي أوت موجودة في الIO stream، بنحكي using namespace std. هلأ إذا حذفت هاي namespace std، أنت هون قبل كل سي أوت أو قبل كل سي إن بدك تحكي له namespace std. نفس الفكرة بتنطبق هون على السيركل. في الـ implementation file لهذا الكلاس بدك تحط قبل اسم كل method أو function اسم الكلاس، بعدين هذول بنسميهم resolution operator. يعني أنت هون بتحكي له إنه الميثود اللي اسمها circle هي موجودة في الكلاس اللي اسمه circle. نفس الكلام بدك تعيده لكل الـ constructors ولكل الميثود. اسم الكلاس تعطيه case sensitive، هاي بنسميها resolution operator. نفس الكلام هون بدي أعطيه، بنحطها هون مباشرة قبل اسم الفانكشن. نفس الكلام بعيده لكل الميثودز أو الفانكشنز اللي موجودين عندي في اسم الكلاس .cpp أو الimplementation file لهذا الكلاس. أوكي، أتأكد إني حطيتها أمامهم كلهم وإنه الأمور ما فيها مشاكل. لاحظوا الآن بس عملت كومبايل، يعني أنا موجود داخل هذا الفايل اللي هو circle.cpp، عملت build and run ما أعطاني مشاكل. فالآن أنا تأكدت إنه الفايل اللي هو circle.cpp مكتوب بطريقة صحيحة، موجود فيه لاحظوا بس الـ implementations أو الـ definitions لهذول الـ functions، ما ذكرت فيه أي شيء له علاقة بالـ data fields. ولازم تحط include للـ circle.h. في circle.h ما في أي شيء يعني صعب، بس البروتوتايبس والديتا فيلز. برجع على المين، في المين لازم تعمل انكلود لهذا الكلاس اللي انت عرفته داخل المين. هلأ في ملاحظة برضو بدي أحكي لك إياها، مذكورة عندك في السلايد، بحكي لك إنه في الفايل اللي هو circle.h بدك تعمل أو تكتب هذا الكود اللي هو hash if not defined hash defined circle.h. هلا شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ببساطة هي عبارة عن one way if statement. بتتذكروا الif statement اللي ما كان إلها جزء الالس؟ تحكي لك ببساطة hash بمعنى إنه هاي النوت للconstructor، ما رح يتم للcompiler، آسفة، هاي النوت للcompiler. If not defined circle.h، إذا هذا الفايل اللي اسمه circle.h بعده ما تعرف، أوكي، أو ما نعمل له include hash defined circle.h. شو السبب؟ ليش أنا بدي أكتب هاي الجملة؟ لأنه أحياناً البروجكت تبعك بيكون فيه عدد كبير من الفايلز، وفي أكثر من فايل أنت عامل include لنفس الهيدر فايل، وهذا الحكي بيطلع عندك مشاكل ممكن في الكومبايليشن أو غيره. فحتى تتأكد إنه أنت عملت definition أو creation لهذا الكلاس مرة واحدة، بتستخدم هاي الـ statements اللي هي hash if not defined circle underscore h، اسم الكلاس capital dot h hash define، يعني إذا مش معرفة أعرفها، وبالنهاية بتحكي له hash end if لأنها one way if statement. okay، طبعا يبدو إنه في شيء hash end if ما فيها أي مشاكل، بس إحنا حطيناها في المكان الخطأ، لازم نحطها في الهيدر فايل كنترول إكس. برضو هذا الكلام غير صحيح، هون بدنا نحطها في الهيدر فايل زي ما أنتوا شايفين في في السلايدز مش في المين، إحنا كنا فاتحين المين قبل شوي. فانتبه إنه ما يصير عندك أخطاء في المكان اللي تحط فيه الهاش، يعني مجدد الهاش if not define circle دوت أو underscore h، إذا مش معرف شو بدك تعمل فيها hash define، خلينا أعملها copy لأنها case sensitive حتى ما يطلع لي مشاكل عليها. copy الكود blocks بحطها زي ما هي.
في ناس عنده أي سؤال على موضوع الداتا إنكابسوليشن، هاي بنسميها الداتا إنكابسوليشن، أو موضوع السيبريشن للكلاس into two files، الأول header والثاني implementation، بطلعه كلياً برا المين. في ناس عنده أي سؤال شو اللي عملنا، في شيء مش واضح؟ طيب خليني أكمل أنا وياكم بما أنه الأمور واضحة لكم. هلأ circle.h في data fields وفي prototypes، circle.cbb في فقط implementation لكل الميثودز في هذا الكلاس، حكي لك انك بدك تستخدم الباينري سكوب ريزوليوشن اوبريتر، او بنسميها الريزوليوشن اوبريتر قبل اسم كل ميثود موجوده عندك في هذا الفايل. لاحظوا قبل اسم الميثود مباشره بدك تحط اسم الكلاس والريزوليوشن اوبريتر. وعندي في المين طبعا بدي اعمل انكلود للسيركل للهيدر فايل، زي ما كنا نحكي انه اذا بدك تعرف string أو object من نوع string بدك تعمل hash include string عندك في المين. نفس الكلام لهذا الكلاس اللي أنت عملت له creation. okay. طيب لحد هون في ناس عنده أي سؤال؟ طب خليني أعمل run وأتأكد إنه فعلا البرنامج بسيط أو صحيح. في داخل المين عملت object من الكلاس اللي اسمه circle، سميته circle one، واستدعيت الكونستركتر اللي باخذ باراميتر واعطيته القيمه 1. بعدين عملت سي اوت ذا اريا اوف سيركل اللي الراديوس لها سيركل 1 دوت راديوس از سيركل سيركل 1 دوت جيت اريا، استدعيت الفانكشن اللي اسمه جيت اريا. بعمل رن والمفروض انه ما يكون عندي مشاكل لاني عملت سيبريشن لهذا الكلاس اللي اسمه سيركل انتو تو فايلز. طبع لي انه the area of the circle of radius 1 هو هاي القيمة. حد هون إن شاء الله تكون الأمور واضحة وبسيطة. هلأ الجزء الأخير اللي بدي أحكي عنه في هاي المحاضرة، هون طبعاً عمل أول شي creation لأوبجكت باستخدام النو argument constructor، ما فيها مشاكل. بعدين استدعى الكونستركتر اللي باخذ arguments وطبع هاي القيم بدون أي مشاكل. okay. طيب هلأ هون شو عامل إشي إضافي إذا جيت أعمله أنا وياكم؟ هلأ مغير على قيمة الراديوس، يعني حاكي سيركل اسم الأوبجكت سيركل 1 دوت راديوس، مفروض بس نحط الدوت أوبريتر يطلع لي كل بدي أحطها مثلا ناقص 5. أوكي وبدي أطبع قيمة الراديوس وبدي أطبع الأريا، أحسب الأريا وأطبعها وبدي أعمل رن. أول ملاحظة بتلاحظوها إنه في البداية لما عملت كرييشن لهذا الأوبجكت اللي اسمه سيركل 1 كانت قيمة الراديوس 1، بعدين حكيت اسم الأوبجكت دوت الراديوس اللي هو الداتا فيلد وحطيت فيها القيمة ماينس 5. طبعا هذا الكلام غير صحيح لأنه في داتا يعني في بعض الفاليوز ما بصير تكون سالبة، زي الراديوس، زي علامة الطالب إذا كنت عامل كلاس اسمه student بدك تدخل علامته فما لازم تكون علامته في السالب، زي عدد الطلاب في صف هاي القيمة ما لازم تكون بالسالب وهكذا. فبدي أعمل run وبدي أشوف هل إنه فعلا عمل run بدون مشاكل. لاحظوا شو رح يعطيني، حكالي إنه الأريا of the circle of radius minus 5 is هاي القيمة. هلأ طبعاً الأريا طلعت بالموجب لأنه الأريا في معادلتها بتكون الراديوس في الراديوس في باي، فسالب في سالب تعطيك موجب. بس إجمالاً إذا بدك تطلع مثلاً البريميتر رح تطلع عندك قيمة البريميتر سالبة، وهذا الكلام غير صحيح، يعني غير صحيح يكون عندك الراديوس سالب. فشو الحل لهاي المشكلة؟ الحل لهاي المشكلة بحكي لك إنه أنا ما بخلي المين يغير على قيم الداتا فيلد الموجودين عندي في الكلاس، وبالذات بعض الداتا فيلدز بتكون فيها قيم حساسة، زي مثلا موضوع علامة الطالب ما بصير انه يغير عليها او يحطها قيمة سالبة، موضوع الراديوس للدائرة وفي عندك قيم كثيرة ممكن تقيس عليها. فاستخدم شيء بنسميه الداتا فيلد انكابسوليشن. لا شو المقصود في بالانكابسوليشن؟ بحكي لك انه الداتا فيلدز اللي هم في هاي الحالة بس الراديوس in the circle class can be modified directly جوا المين، يعني جوا المين ممكن تستخدم اسم الاوبجكت دوت اسم الداتا فيلد وتعطيه القيمة اللي بدك اياها. بحكي لك انه هذا الكلام is not a good practice، يعني هاي مش طريقة
يعني بروفيشنال خلينا نحكي للبرمجة لسببين. السبب الأول إنه الداتا ممكن تتغير، داتا maybe tampered ممكن تتغير، بالذات إذا كانت داتا حساسة أنا ما بدي أغير عليها داخل المين. والسبب الثاني إنه بيصير في عندك مشاكل، لأنه بتبطل تعرف مين اللي غير على قيم الداتا فيلز، هل هم نفس الفانكشنز اللي موجودين في الكلاس، لأنه بعض الفانكشنز في الكلاس زي مثلا عندك الست راديوس، هذا الست راديوس هو ميثود داخل الفانكشن أو داخل الكلاس اللي اسمه سيركل، وظيفته إنه يأخذ قيمة من المين نو راديوس ويخزنها في راديوس، فهذا الميثود الموجود داخل الكلاس اللي اسمه سيركل ممكن يغير على الراديوس بدون مشاكل، بس المشاكل بتصير إذا خليت الكود داخل المين زي هاي الحالة هو اللي يغير على الداتا فيلد، هذا الحكي رح يطلع لك مشاكل. الحل إنك تعمل data encapsulation. شو المقصود؟ إنه أخلي أو أعرف data fields as private members in the class، وهذا الحكي حكيته يوم السبت وأعطيت عليه أمثلة، أعرفهم private إني أشيلهم من جزء public وأحكي عنهم private. private معناته إنه أي شيء خارج الكلاس ما ممكن يعملهم access. كيف هذا الكلام؟ خليني أروح هون على circle.h وبدي أعمل cut لا الدبل أو خليها Ctrl Z. بدي هون بعد ال بدي أكتب private، ممكن تحطها في البداية ممكن تحطها في النهاية كله بيصير. بدي أحكي دبل هون Ctrl X. هلا بدي أحكي لك ملاحظة إنه في داخل الكلاس by default إذا ما حكيت public، إذا ما كتبت public كل إشي راح يكون private، فانت بدك تكتب public وبدك تخلي كل الميثودز public واكسسبل، ممكن اناديهم من جوا المين، ولكن جزء الداتا فيلدز بدك تحطه مثلا private بهاي الطريقه. هلا هذا الحكي شو معناته؟ بدي اعمل كنترول اس حتى اسيف، وبدي اعمل run وبيلد run، بدي اشوف شو رح يعطيني. لاحظوا اعطاني error بعد ما حطيت الراديوس private. شو حكالي؟ حكالي انه double radius is private within the context، يعني الراديوس الان هو private data member داخل الكلاس اللي اسمه سيركل، ما بصير تعملي له access داخل المين. طيب حتى لو private كل الميثودز او كل الفانكشنز اللي موجودين داخل الكلاس بضلهم يتعاملوا معه ويشوفوه ما في مشكله، فبروح بدي استخدم الان الفانكشن اللي اسمه set radius حتى اغير على قيمه الراديوس. خليني اعمل copy وداخل المين بدل هذا السطر اللي هو خطا بدي احكي سوري بدي أحكي set. طبعا لازم أحكي اسم الأوبجكت، ما بصير أعمل call اسم الأوبجكت dot set radius، بدي أعطيه بين قوسين القيمة minus 5. هل رح يغير عليها؟ شو رأيكم؟ هي private الآن الradius، بس private بالنسبة للمين، بس كل الفانكشنز اللي جوا الكلاس بيشوفوها. لاحظوا الآن المفروض إنه ما يعطيني عليها مشاكل، بس المشكلة اللي أعطاني إياها خلينا نشوف وين المشكلة. circle one dot set radius minus، خليني أشوف على logs وين المشكلة. was not declared in scope. circle one إحنا كاتبين اسم السيركل خطأ، كاتبين اسم السيركل بالكابيتال، فهي لازم بال زي ما أنت عرفتها تستخدمها في circle one C small، وبعمل build and run. طلعت لنا برضو مشكلة ثانية. طيب خلينا نشوف باللوجز وين المشكلة صارت بالضبط. أحكي لك private بالضبط حكيتها إنه هون إحنا طابعين الراديوس جوا المين، وهذا الحكي ما بيصير لأنها private. خليني أشيل هذا الجزء وأعمل run. لاحظوا عمل run وطبع لي إنه الأريا هي بهاي القيمة اللي هي الاريا للماينس 5، بس ما طبع لي الراديوس لأنه حكينا برايفت ما بصير يطبعه أو يتعامل معه إلا فانكشن داخل المين. هلا حتى أعمل أمنع إنه يعطيني قيمة خاطئة بدي أروح على الفانكشن اللي اسمه set radius وبدي أحط فيه if statement، بدي أحكي له if القيمة اللي أعطيتني إياها جوا المين اللي هي سميتها هون نو راديوس، نو راديوس زي ما أنتم شايفين هاي هاي القيمة اللي عديت لي إياها، شو بدي أحكي له؟ if new radius greater than zero بدي أحطها، بدي أخزنها داخل مين؟
داخل الراديوس اللي هو البرايفت داتا ممبر او برايفت ممبر. else شو بدي احكي له؟ احكي له see out اطبع لي invalid radius اوكي. بعدين اندل. الان بدي اعمل على نفس الدوت سي بي بي فايل بدي اعمل build and run، رح يعطيني error، يعطيني error، وهذا الشيء متوقع. الايرور بحكي لي عن جملة السي اوت، بحكي لي هاي السي اوت اللي انت كتبتيها داخل هذا الفايل انا ما بعرف وين معرفة. حكالي انه السي اوت is not declared، انا كاتبيتها الان جوا الفايل اللي اسمه circle1 او circle.cpp. الحل لهاي الاشي انه تعمل include للاي ستريم. احنا حكينا هاش include انه السي اوت والسي ان معرفين في الفايل او الهيدر فايل اللي اسمه IO stream، فبدك تعمل include لل IO stream حتى تستخدم ICN أو ICOut داخل ال implementation للكلاس. الآن بعمل compile، برضو في مشكلة معينة، نضلنا نرجع لللوجز حتى نشوف. حكي لي not declared، ممكن كاتب اسم الهيدر فايل خطأ. hash include IO stream copy. Using name أو بعملها كوبي من هاي، بدي أعمل كوبي لهاي حتى أتأكد إنه ما يطلع لي أي مشاكل لأني استخدمت جملة سي أوت داخل الـ implementation للكلاس. لاحظوا ما طلع لي مشاكل، أعطاني إنه الحل صحيح. فأنا الحل لموضوع إنه أمنع تغيير على الـ private data field إني أستخدم إشي بسميه الأكسسر والميوتيتر. هلأ الأكسسر والميوتيتر هم بنسميهم أيضاً، ممكن نسميهم الجيتر. الأكسسر الجيتر هو get function موجود داخل الكلاس. الجيت function إلو الفولوينج syntax، الجيتر أو الأكسسر هو عبارة عن get function موجود داخل هذا الكلاس، وظيفته يعمل get أو return للبرايفت data field إذا بدك تطبعها داخل المين. السينتاكس إلو is أو السيجنتشر إلو الريتيرن تايب، إذا كان الداتا فيلد اللي بده يرجعه انتجر فراح يكون انتجر. get proto أو set أو get property name اسم الداتا فيلد اللي بدك ترجعه أو البروبرتي اللي بدك ترجعها، وفاضي أكيد لأنه ما بده ياخذ بارامتر. مثلا if the return type is boolean the get function should be defined as follow: boolean is property name empty parentheses. الست أو الميوتيتر أو السيتر فانكشن هو فانكشن موجود داخل الكلاس، وظيفته يعمل سيتنج للبرايفت داتا فيلد، زي الفانكشن اللي اسمه سيت راديوس. هذا الفانكشن اللي اسمه سيت راديوس هو عبارة عن داتا ممبر في هذا الكلاس أو ميثود داخل الكلاس، وظيفته يعمل سيت لبرايفت داتا فيلد اللي هو الراديوس، فبسميه السيتر فانكشن. طبعا بيكون نوعه void ما بيرجع قيمة، وباخذ بارامتر لنفس القيمة اللي بدك تعمل لها set. هذا هو setter function. لاحظوا public بيكون public أكيد، void اسم الفانكشن، وبعدين data value اللي بدك تأخذها وتعمل لها set. أوكي. لو إجينا هون أنا وياكم سريعا كونها آخر سلايد وتفرجنا على الـ UML diagram لهذا الفانكشن، لاحظوا الآن radius حط عندها إشارة سالب. شو معنى هذا الحكي؟ إنها صارت private member. إذا كان قبل الداتا member أو الفانكشن member plus sign معناته هو public، إذا سالب معناته هو private. هذا بخصوص الانكابسوليشن. هلأ البرايفت لاحظوا بتعرف private في الهيدر فايل تبع الفانكشن، بتحط البرايفت داتا فيلدز اللي بدك إياهم، وداخل المين تستخدم الجيتر فانكشن أو السيتر فانكشن حتى تعمل لهم get أو set. أوكي؟ هون زي ما استخدمنا أنا وياكم set radius في المثال حتى نعمل set للradius بدون ما أذكر الradius صراحة داخل المين. هون بكون أنا وياكم خلصنا chapter الكلاسز والobjects كاملا. في عندكم أي أسئلة على محاضرة اليوم؟ أي شيء مش واضح حكينا اليوم؟ شباب طلاب أنا بعرف المحاضرة خلصت، فاللي عنده محاضرة بعد هاي المحاضرة يتفضل ويغادر، ما في مشاكل وما رح أخذه غياب لأني هيني أخذت الغياب والحضور.
بس اللي ما في عنده محاضرة وعنده أسئلة على أي إشي أخذناه في محاضرة اليوم يتفضل ويسأل حتى نجاوب عليه. أي سؤال يا شباب؟ كيف بعمل separation للكلاس into two files؟ كيف بعمل data encapsulation؟ إني بعرف ال sensitive data fields as private members عندي في الكلاس، وبالتالي ما بيصير يصلهم إلا الفانكشنز اللي موجودين في داخل الكلاس. وحكينا إنه هذول الفانكشنز بيكونوا على نوعين، الستر اللي بيحط قيمة لهذول البرايفت ممبرز، والجيتر اللي بعمل لهم. يعني هون لو جيت أكتب مثلا أنا وياكم سريعا function بدي أسميه get radius، بدي أعرفه هون control v، بدي أسميه بدل ال get area بدي أسميه get radius. radius شو بيرجع لي؟ بيرجع لي بس قيمة ال radius، بيرجع دبل قيمة ال radius. وبدي أحطه هون في البروتوتايب كمان نفس الإشي، حطيته في الإمبليمنتيشن بدي أحطه في البروتوتايب، كنترول كوبي كنترول في، بيرجع دبل اللي هو نوع ال value اللي بدي يرجعها، واسمه get radius. أوكي، وبدي أستدعيه. هلأ إحنا حكينا نوعه void صح؟ ال get نوعه void لأنه بس بده يطبع get radius. فبرجع هون نتأكد من السلايد، لا أو get بيرجع قيمة ما في مشكلة، ال get بيرجع قيمة ال radius، فنوعه مش void، نوعه double اللي هي القيمة اللي بده يرجعها اللي هي نوع ال radius. فإذا بروح على المين الآن، إذا بدي أطبع قيمة ال radius لهذا الأوبجكت اللي اسمه circle 1، بحكي اسم الأوبجكت dot get radius radius، وبحكي see out لأنه بيرجع قيمة، فبالتالي إما بخزنها في variable أو بطبعها مباشرة. فإذا بعمل build ورن لهذا البرنامج بلاحظ إنه see out circle 1 في مشاكل get radius. ليش؟ في عنا double get radius plus، يكون عندي خطأ باسم الفانكشن get radius برجع. وهون أنا استدعيت see out circle 1 get radius. طيب ما بدي أطول عليكم، في عندكم أي أسئلة بخصوص محاضرة اليوم؟ الناس اللي ظلت معي في عندكم أي أسئلة بخصوص محاضرة اليوم؟ أوكي، هاي المشكلة رح أصلحها ورح أحكي لكم عن حلها في محاضرة المرة القادمة، بس الآن خليني أعمل stop للريكوردينج وأنهي المحاضرة إذا ما في عندكم